اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج توابل التربيه. حلقه جديده هنكمل فيها موضوعنا بتاع الحلقه اللي فاتت، لان كان موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو الغربه والاختلافات الحضاريه والعادات والتقاليد والثقافات والديانات واللغه. ودي كانت مشكله كبيره قوي، ناس كتير قوي كانت عايزه تتكلم فيها. اتكلمنا مع الدول الاوروبيه، النهارده هنتكلم مع الدول العربيه، هنشوف الناس اللي سافرت بره دي عايشه حياه عامله ازاي، ويا ترى بس اختلاف اللغه هو المشكله ولا في اختلافات تانيه، ستايل الحياه نفسه بيبقى مشكله ولا مش مشكله. معانا النهارده دكتوره نسرين النجار، اهلا وسهلا بحضرتك، استشاري الصحه النفسيه والارشاد الاسري. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بيك يا ما، يسلمي لي حبيبتي. ناس كتير قوي مش عايزه نخلص الموضوع ده، كميه المكالمات اللي جت فعلا طول الاسبوع اللي فات كتيره جدا في النقطه دي، والكل كان عايز يعمل مداخلات. اشمعنى اتكلمنا في دول اوروبيه او في امريكا كمان، ليه ما نتكلمش في عربيه؟ الاختلافات ما بين ده وده وده، انه بتتكلمي في مكان تاني لغه عربيه باختلاف طبعا اللهجه او اللكنه، تمام، بس والعادات والتقاليد قريبه. لو اتكلمنا مثلا في دول الخليج، هم بيتفرجوا اكيد، لو احنا في مصر هنا بيتفرجوا على القنوات المصريه، فعارفين اللكنه واللهجه المصريه، عارفين العادات المصريه. احنا كمان هنا في عندنا هنا اخواننا الخلاجه موجودين، او من الدول العربيه الاشقاء موجودين هنا في مصر، فالى حد ما عندنا فكره او لمحه عن عاداتهم وتقاليدهم هم. لكن ليه لما بنروح هناك بنحس بغربه؟ هي الغربه غربه، اذا كان ساعات بنكون متغربين جوه بلدنا. برافو. مش بس نروح بلد عربي. برافو. احنا بالفعل بنكون متغربين جوه بلد. المراد او الهدف من البرنامج او من الموضوع ده كله، يعني ايه غربه وليه احنا بنحس بالغربه، وهل لازم اطلع بره بلدي او بره وطني او بره مكاني عشان اسمع او احس بالغربه، ولا بحس بيها حتى وانا موجود هنا؟ وازاي اعالجها، وازاي اتاقلم معاها، وازاي احولها من سلبيات لايجابيات، ومنين ما اكون موجود حتى لو كل حاجه مختلفه، حتى الديانه واللغه، ازاي اعرف اتاقلم وازاي اعرف اعيش؟ تاثير ده على الاطفال، يعني وازاي اعودهم. ايه الغربه؟ بس احنا اتكلمنا مره فاتت على الغربه، هو ان انا بروح من المعلوم للمجهول. مش مهم بقى المكان ده فين، المجهول ده فين، بقابل مين، بحس بايه، لكن انا بروح من مكان اتعودت عليه، اخدت عليه، حفظته، اللي هو حتى وانا مغمض عينيا او النور مقطوع او مطفي بعرف امشي فيه فين، المكان ده هيوصلني الخطوتين ده هدخل فين، الثلاث خطوات هروح لفين، الشارع ده هيوديني اخره ايه، اوله ايه، فين المكان اللي هجيب منه احتياجاتي، فين طلباتي هعرف اجيب منها، ازاي هعرف اشتغل واشتغل ايه وفين وازاي، لمكان انا ما اعرفش فيه اي حاجه ولسه هروح اشوف. لو انا موجود في الارياف وجيت المدينه، لو انا كنت في المدينه ورحت لمدينه تانية، لو انا في المدينه التانية ورحت لدوله تانية، لقاره تانية، لعالم تاني، للغه تانية، اقدر اعيش ازاي واقدر اتاقلم ازاي؟ كل ده راجع لايه؟ تربيتنا احنا في الاساسي. احنا اتربينا ازاي؟ هل اتربينا علينا نشيل مسؤوليه؟ اتكلمنا فيها في النقطه دي قبل كده. أيوة. اتربينا ان انا اعرف اكون منفتح في عقليتي، اتقبل الاخر، مش مهم الاخر ده كان عامل ازاي، كلون، كديانه، كجنسيه، كاي حاجه، بس يبقى في مرونه في التعامل او القابليه ان انا اقدر اتقبل اللي قدامي باي شكل اي وضع كان. ممتاز. القابليه، برافو يا مي، القابليه ازاي اقدر اتقبل اللي قدامي، مش بس اللي قدامي كشخص، اللي قدامي كمكان، اللي قدامي كحاله، كديانه، كاي كبلد، كعادات، كتقاليد. مجرد ما تقبلت الاخر، ما افرضش انا ارائي، ما افرضش انا حياتي، اسلوبي، طبيعتي على اللي قدامي، افرضها ليه؟ ما اوقفش حياتي على حاجه واحده بس. بالتأكيد. لازم يبقى عندي مرونه ان في حاجه تانية، في متغيرات هتحصل حواليا، حتى في البيئه اللي انا موجود فيها في الوقت الحالي برضه هيحصل فيها متغيرات. عشان اوصل لايه؟ علشان اوصل لحاجه احسن، اللي هي حاله افضل، سواء ماديه سواء معنويه. معلوماتي بتبقى اعلى، ثقافتي بتكبر، تمام، تقبلي للاخر بتبقى اكتر، قدرتي على السماح، على التعامل، على التعاون، على الهدوء اللي هيعود عليا بعد كده، ان انا فهمت اللي حواليا وعارفين بيتعاملوا معاهم ازاي، فاصبح في تصالح ما بيني وما بين اللي قدامي، بينعكس عليا، بيكون في تصالح عندي داخلي، مش صراع، لا ازاي بيقولوا كده، لا ازاي يتكلموا بالطريقه دي، انا دافع عن بلدي، انا لازم ادخل. هو مش داخلين حرب بالظبط، احنا داخلين في مناقشه عاديه، هو ممكن يكون بيقول وجهه نظره عشان هو بلده هي كده، انت غيرك، بس مش داخلين حرب ان احنا نفضل نشد مع بعض في الكلام، ولا انت ازاي غير موضوع الـ 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 البلاد وهو بيدافع. بصي يا مي، الرقم ده 7، تمام، ماشي، انا بعمله كده، انا شايفاه 8، انت شايفاه سوري 8، وانا شايفاه 7، لكن في النهايه هو رقم، وجهه النظر مختلفه، بس بالتأكيد. لا تفسد الود قضيه. بالتاكيد لا تفسد الود قضيه، بالتاكيد هي دي. انا انعكس عليا في اي مكان تاني اروحه، بما اني اتربيت كويس بشكل سليم، صحه نفسيه سليمه، اخدت ازاي اقدر اعتمد على نفسي، ازاي اقدر اعاون نفسي بنفسي، ما اعتمدش، ما عنديش الشخصيه الاعتماديه، ما اعتمدش على الاخرين في ان هم يلبوا لي حاجتي، انا بتكلم في العموم اذا كان راجل او ست،
تمام، اقدر ان انا اعمل لنفسي، اساعد نفسي، اجاهد لنفسي في اي مكان انا هتحط فيه، اعرف ان انا هعرف اعيش فيه واعرف اتاقلم فيه. في شويه صعوبات لو اختلاف اللغه، وخصوصا لو كانت لغه انا لسه هتعلمها من جديد، شويه صعوبات بس ان انا لسه هعرف الخريطه بقى امشي ازاي، اروح ازاي، اتعامل معاك ازاي. احيانا بيبقى في شويه لكنات في اللهجه، كلمات مختلفه يعني ما بين مثلا الليبيه وما بين المصريه، ما بين الخليجيه وما بين المصريه. مش ببقى فاهمه هو قصده ايه، ما هي كلمه سهله بس لا يعني مثلا اقول لك على حاجه، البطيخ احنا بنقول عليها بطيخ، تمام. في الخليج في الكويت بيسموها عليها رجه، اللي احنا مش هنفهم يعني انت عايز تقول ايه. بمناسبة الكويت احنا معانا مداخلة من الكويت، دكتورة الأستاذ خالد الحلواني كبير أخصائي خدمات المعلومات بالكويت. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ خالد. أهلا بيك يا فندم، منورين وشكرا على البرنامج الجميل ده. موجود حضرتك. شكرين للأستاذة مي والدكتورة نسرين، وبصراحة موضوع يعني حساس كتير ما بيتطرقش ليه في إنه يثير مشاكل أو نتائج مشاكل الغربة والأسر المغتربة عن الوطن. يعني حضرتك بالك قد إيه في الكويت يا أستاذ خالد؟ الصوت مش واضح. حضرتك بالك قد إيه في الكويت؟ الغربة بالك قد إيه فيها؟ لا والله كتير، يعني فوق 20 سنة. ما شاء الله. هو أولاده اتولدوا هناك؟ حضرتك ولادك اتولدوا هناك؟ في ولاد اتولدوا في مصر وفي ولاد اتولدوا في الكويت. موقفهم إيه بقى لما راحوا من مصر للكويت؟ إيه اللي حصل؟ وبالذات إن هم كانوا أكيد كان أطفال وقتها. والله هي دي مش دي يعني نقدر نقول انها ضريبه الغربه، ان بيطلع الولاد بعيد عن مجتمعهم الاصلي، على الرغم من مثلا الدول العربيه برضو مجتمع افضل من المجتمع الاوروبي في انك تقدر تتحكمي في تربيه اولادك او نشأ وكده. دول عربيه الى حد كبير عاداتنا وتقاليدنا شبه بعض شويه يعني. الايه؟ يعني الى حد كبير دوله عربيه فاحنا شبه بعض في حاجات كتير. يعني بتلاقي نفس مستوى الثقافه، نفس مستوى الناحيه الدينيه برضه متوفره، يعني العادات والتقاليد فيها نسبه كبيره متقاربه ومتشابهه، في اختلاف في بعض العادات والتقاليد ده اكيد في حل، لان حتى في قلب مصر في اختلاف في العادات والتقاليد بين الدلتا وبين الصعيد، فالامور تبقى نسبيه شويه. انما هو الواحد بيبقى حريص لاولاده ان هو يخليهم يكتسبوا العادات الكويسه ويجتنبوا العادات السيئه. النقطه المهمه كمان ان انت لازم المغترب بيكون بيفكر في مصلحه اولاده ويشغلهم ويخرج بيهم عن جو ونمط ان هم متغربين وان هم مش بلدهم. ففي حاجات كتير ما بتختلط بالمجتمعات. انا كان حظي كويس شويه لان انا كان عندي اخواتي باسرهم واولادهم، فما كانش في عندنا نوع من الغربه قوي بالنسبه لل يعني بالنسبه لاولادي، وفي اولاد عمامهم موجودين واولاد خلانهم موجودين، ففي نوع من الحياه العائليه او الاسريه مرتبطه شويه الحمد لله. انما في نفس الوقت كان الواحد حريص ان هم يشغلوا وقتهم بحاجات مفيده، يعني برضو الدول فيها نوادي، فيها نوادي صيفيه مثلا بالنسبه برضو تبع المدارس او وزاره التربيه، فيها مراكز تحفيظ قران ومراكز دينيه سواء في المساجد او خارج المساجد، فالولد ما بتنوعي له وقته سواء ايام الدراسه او حتى في ايام الاجازات ما بين الأنشطة دي. أولاً هو بيكتسب منها مهارات كويسة جداً، ثانياً بيتعرف على فئات مختلفة من الناس وجنسيات مختلفة، بيبقى الولد اجتماعي بشكل كبير، بيقدر يتواصل مع اللي حواليه على اختلاف جنسيته أو حتى اللكنة بتاعته في العربية، إذا كان مثلاً من أصل سوري، عراقي، لبناني، كويتي. فدي الامور بتبقى بالنسبه له من كتر الاختلاط او كتر الاشتراك في الحاجات اللي زي كده او في الانشطه الاجتماعيه بشكل عام، بتخلي الولد اجتماعي سهل يكتسب خبرات وثقافات جديده من الناس والبيئه المحيطه اللي حواليه، وبيلاقي المجتمع اللي حواليه هو ايجابي فيه، فما بيحسش بالغربه، لا بالعكس بيكون. بس اكيد حضرتك كنت داعم ليه حضرتك ووالدته طبعا عشان تخليه يقدر يتكيف مع البيئه دي.
طبعا ما هي الفكره ان انت يعني هو الولد ما عندوش قدره على التفكير وانه يوجه نفسه في السن ده، فانت ما بتفكري وتوجهيه، وممكن مثلا بتكون بتوديه في اكتر من مسارات، مثلا بتكون يوديه مثلا مكان تحفيظ القران، بتكون توديه مثلا نادي، بتكون توديه مثلا نشاط رياضي زي السباحه. تبص تلاقي مثلا الولد بينبغ معاك في او بيبرع في او بيبدع في مثلا في نشاط رياضي معين، وبيلاقي شخصيته وبيلاقي كاريره فيه، فبيكمل يعني. عارف حضرتك بيديكي طاقه وبيديكي استجابه كويسه دكتوره في الوقت نسرين، ده. عايزه تسال حضرتك على حاجه يا استاذ خالد؟ اتفضلي. استاذ خالد، بالنسبه للاطفال اللي اتولدوا في الكويت ما اتولدوش في مصر، لما رجعوا مصر حسوا بالفرق؟ قالوا مين الغربه؟ هل حسوا بالغربه لما رجعوا مصر ولا لما فضلوا؟ طبعا، لا دي طبعا. بص، هو زي يعني زي السمك لما بتنقليه من 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 ميه لميه بيحس بالصدمه، بياخد صدمه. نفس الشيء هو الولد بيحس بالاول، احنا جينا واحنا بنيجي اجازات وحاجات زي كده، بس لما بيجي الاجازه بيحس ان الاجازه طولت، لا دي مش اجازه ده انا قاعد، ويبدا بقى يحتك بالمدارس هنا. الاختلاف الفكر برضو يعني، معلش، المدارس برضو بدا فيها نوع من الكنترول بره شديد جدا يعني، ما فيش تجاوزات قليله قوي. هنا المدارس، في مدارس فيها تجاوزات كبيره، وزي ما ايوه يعني هو حس بالغربه لما رجع مصر واستقر فيها. لا، هو حس باختلاف البيئه، اختلاف المجتمع اللي اتنقل من ده لده. وفي منهم كتير يعني، مثلا كان عندي ولد رافض ازاي يبقى مثلا مجتمعنا فيه عيوب زي المجتمعات اللي بره، كان بيعتقدوا ان مثلا العيشه في مصر مجتمع مثالي، مصر مجتمع ما فيهوش مشاكل، الدنيا بيس يعني. انما الموضوع طبعا خد شويه على ما اتاقلموا، انما الامور الحمد لله يعني ما خدتش وقت كتير يعني، مجرد بس فترة تعود بس عبال ما ياخد على المكان فترة الجديد. فترة تعود على ما، وخاصة زي ما بقول لحضرتك، انت معودة ابنك من الأول على انه يكون اجتماعي، على انه يتعود يشوف ناس جديدة، يكتسب طبعا صداقات. ده بيرجع لحضرتك ووالدته ان انتوا قدرتوا تكيفوهم على كده وتديهم مرونه وقابليه ان هم يقدروا يتكيفوا مع البيئه المحيطه حواليهم. هو ده، انت اللي بتعوده، لان انت غصب عنك مش هتقدر يعني مش هتقدر تحبسه او تحدد افكاره يعني. لازم يبقى انت مديله القدره على ان هو يقيم اللي حواليه ويقيم المجتمع اللي حواليه ويقيم اصحابه. ده ينفع يبقى صاحبي، ده ما ينفعش، ده ينفع يبقى زميلي بس في المدرسه. فيعني الامور هنا بيبقى للولد خلاص، بيبقى بيعتبر كبر شويه، ما بيبقاش طفل يعني، بيبقى ليه راي ودور فيها كبير يعني. نشكرك استاذ خالد الحلواني على مداخلتك معانا في برنامج توابل التربيه، اشكرك. نرجع لموضوعنا تاني دكتوره نسرين. هنا اكبر مثل بقى ان الغربه ما لهاش مكان. مش معنى ان انا سبت بلدي يبقى انا في غربه، انا سبت الحاجه اللي انا اتعودت عليها، زي ما قلنا في الاول المعلوم للمجهول. تمام، الولد ممكن يكون تأقلم او تعود او عود نفسه في البدايه. طبعا بيكون في مرحله بيمر بيها الطفل بمختلف عمره، مرحله الاستسلام، خلاص هو ده وما فيش، مش هرجع تاني للعالم اللي انا كنت فيه او البيئه اللي انا كنت فيها، بيستسلم. مع الاستسلام بيأقلم نفسه، بعد كده بيتعود، يبتدي بقى يدور على الحاجات الايجابيه في المكان الجديد ويبتدي ان هو يتعامل معاها. للاسف بيكون في اطفال تانية بتشوف الحاجات السلبيه وبتأثر عليها اكتر، وهنا بيحصل انتكاسه ليهم. ده موضوع تاني. طب انا بما اني هرجع، يعني انا عارف ان انا هرجع المكان اللي انا كنت فيه، وابني او بنتي اتولدوا في المكان الجديد اللي هو اساسا مش مكاننا او مش مكاني، وعايزه انقلهم هناك، انا بعد نفسيا قبل منها بوقت كفايه، ما فاجئوش، مش فجاه يرجع ويصحى من النوم يلاقي نفسه ان هو موجود في مكان جديد وهيقعد، مش هيرجع تاني، هو فاكر انه هيرجع تاني. طب انا في المرحله دي اعمل ايه؟ اعمل ايه بقى يا دكتور؟ اولا لازم قبلها فتره مش قصيره نبتدي نقول قصص او نقرا قصص او نقرا حاجات على بلدنا بقى او المكان اللي احنا هنروح له، سواء بلدنا اللي هنرجع لها او مكان جديد احنا رايحينه. لازم زي ما بنقول بالبلدي بنحلي الاثنين في عينيه، عشان يبقى مبسوط ان هو هيروح هناك هيلاقي مكان حلو. طب وافرضي راح هناك وما لقاش مكان حلو، يعني بنحاول عشان يبتدي يتبسط. بتهيألي اديله معلومات واشاركه المعلومات بشكل كويس وبشكل منظم، اوريله الاماكن السياحيه في المكان ده، احنا هنروح المكان ده، وافرضي ما رحناش الاماكن السياحيه وما اتفسحناش، بس يعني هبهره شويه علشان يبقى مبسوط. بتهيألي هبهره عشان اسكنه،
اديله مسكن، لكن هيروح هناك ما يلاقيش يبقى احنا كذبنا عليه. لا ما نكذبش عليه، دي حاجه حقيقيه تكون في المكان. نتكلم على العالم اللي احنا رايحينه، في حاجات حلوه وفي حاجات عاديه، مش هنقول حاجات وحشه، بس في حاجات حلوه وفي حاجات عاديه. العاديه دي موجوده فيها واحد هنقابل، طب امتى هنطلع الحاجه الحلوه؟ لما نكون مستقرين والدنيا تستقر، هناك جديد بقى نشوف واحد، الا لو احنا رايحين سياحه ده موضوع مختلف تماما. يبقى فيها واحد واثنين وثلاثه هنروحوا في مواعيد ثابته، هنعرف ننظم بما اننا هنطول في القعده هناك، هنعرف ننظم وقتنا بحيث نزور الاماكن دي مره في مره في مره. كل مره بنزل فيها من الغربه او المكان اللي انا موجود فيه لبلدي، بنتفسح او بنقعد مع الاهالي اللي موجودين هنا، نروح نشوف الاماكن السياحيه الجديده ننبسط، وفي نفس الوقت وانا بشوف الاماكن السياحيه الجديده اعوده على المكان شويه بشويه، مسيرنا نرجع في النهايه هنرجع تمام. لكن ان هو ده اصلنا، ده مكاننا الاصلي. الاطفال في الوقت ده ما بيستوعبوش يعني ايه ده اصلنا وده مكاننا الاصلي، لانه ما عاشوش حياتنا احنا، ما عاشوش ان ده وطننا واحنا منتمين بيه. بالمناسبه واحنا موجودين في المكان التاني نعوده ان احنا لازم يكون انتمائنا للمكان اللي احنا موجود او اللي احنا هنروحه او اللي احنا اتولدنا فيه الاساسي او جنسيتنا الاساسيه طالما هنرجع فيها، ونتكلم عن الانتماء، نتكلم عن حب الوطن، نحكي تاريخ، نعلمه التاريخ بتاع بلدنا مره في مره في مره، لما نرجع نكون مصارحينه. مش احنا هنسافر وما اقولوش ان احنا هنستقر ويبقى فجاه يتفاجئ ان احنا مش هنرجع تاني، بيكون وعد ناس هيرجع يقابلهم، مرتب نفسه ونفسيته انه هيقابل صحابه وهيروح نفس المدرسه تاني في السيزون الجاي او في ميعاد افتتاح المدرسه الجديده، حاجات زي كده. لا ما يتصدمش، عشان هنا هاخد موقف من بابا وماما خبوا عليا، اللي هو في حته كده هيحصل زعزع جوايا كده، اهتزاز جوايا كده، لا بابا وماما مش تراستبل اناف، اللي هو بس ما اقدرش، ممكن الخديعه دي تحصل لي تاني، فاخد بالي من الحته دي. طب ليه؟ نكون صراحه ونشاركهم ويكونوا قدنا وقدوا المسؤوليه. انا متاكده طبعا من التاكيد الاستاذ خالد ما عملش كده، وهو عمل الطريقه الصح وان هو عودهم بالتدريج. بس تاري يا دكتوره ده احسن التدريج، احسن التدريج افضل ولا نمهد؟ هي التمهيد، هي التدريج. لا تمهيد من واحنا هنا ولا لما نروح هناك واحده واحده بقى ونسايس؟ لا قبل ما نيجي، وهو ده وده واقع احنا هنعيشه، احنا مش مخيرين، احنا في الوقت ده احنا هنرجع بس قبل منها بوقت كفايه. يعني مثلا انا مرتب نفسي الصيف الجاي خلاص انا هرجع بلدي وهستقر، يبقى من اول ما انا ما اروح هناك نبتدي طول السنه نمهد ان احنا خلاص هنرجع، ان احنا هنشوف المكان تاني، هنسلم، هنبقى ناخد ايميلات صحابنا، ناخد ارقام تليفوناتهم، نتكلم على اي طريقه، بنتغاضى هنا على وسائل الاعلام واحنا ممكن نستخدم الميديا عشان نتواصل معاهم. ففي طرق كتير عشان نقدر نتواصل باصحابنا هماهم. استاذن حضرتك هناخد مداخله من مدام عبير رمضان، مقيمه في وتعمل في دبي. اهلا بحضرتك استاذ عبير. اهلا بيكي، ازيكم عاملين ايه؟ ازاي حضرتك؟ بصراحه عن تجربتك في الغربه الموضوع شيق جدا. ايوه الو. ايوه مع حضرتك استاذ عبير. الموضوع شيق جدا ومحتاج مش حلقه او حلقتين، محتاج حاجات كتير، لان فعلا التربيه صعبه جدا وخصوصا في الايام ديت، ومحتاجه تواجد باستمرار مع الاولاد، وان هم بيحموهم من العوامل الخارجيه سواء في بلده او سواء بره بلده، بس بتكون بره البلد اكتر. يعني ايه اللي حضرتك واجهتيه بره البلد كان صعب قوي لما جيتي تربي اولادك؟ الحاجات الصعبة ان حتى لو في دول عربية بتكون فيها ثقافات مختلفة، لان البلد طبعا زي ما انت عارفة ضمة حضارات كتير، فبيقابلوا ده وده وده، الطفل عامل زي السفنجة بيمتص كل حاجة من اللي حواليه، فبتبقى انت بقى دورك او ان انت عايزة تديله القيم بتاعتك انت، المبادئ بتاعتك انت اللي هي في البيت اللي اتربيتي عليها، فدي بتبقى صعبة شوية ان انت تحاولي تحوطي عليه من العوامل الخارجيه اللي حواليه. دكتوره نسرين معاكي مدام عبير. ايوه مدام عبير، من فضلك ازاي واجهتي الاختلافات دي اللي انت تربيتي عليه، عايزه تربي ولادك عليه في دوله ما فيهاش العادات دي او موجوده بس بشكل مختلف؟ بحاول ان انا اديهم في الدين، في التربيه اللي تربيناها، بحاول ان انا يعني انميها عندهم اكتر، احاول اديهم امثله من البيئه بتاعتنا والبيئه المختلفه، بحاول ان انا اربيهم بقى على الحاجات اللي اتربينا عليها، بحاول ان انا ابعدهم عن العوامل دي بقدر الامكان. طبعا في المدرسه مش هقدر، لكن جوه البيت بحاول بقى ان انا انميها اكتر. هم اولاد حضرتك اتولدوا هنا ولا في دبي؟
هم طلعوا من هنا وهم عندهم حوالي 3 سنين، دلوقتي عندهم 24 سنة، ما شاء الله فقاعدين في دبي يمكن 21 سنة. طيب دبي دولة عربية ما فيهاش اختلاف كبير قوي عن الثقافات والحضارات الموجودة هنا في مصر. نو فيها كل الثقافات، فيها الهنود، فيها الأمريكان، فيها التايلاند، فيها كل جنسيات فيها مختلفة. كوكتيل من العالم كله. أيوة، وهم كانوا بيتعاملوا مع الجنسيات دي في المدرسة وفي أي مكان اجتماعي. طبعا، لأن مدارسهم مدارس خاصة، فالمدارس الخاصة بتاخد النان لوكال، أيوة الغير كل محليين. الجنسيات أيوة التانية، فبيختلطوا طبعا سواء في المدارس العربية أو المدارس الأجنبية، واجهتي ففيها صعوبة في اختلاط. إنك تمهدي أو إنك ترسخي جواهم القيم اللي اتربيتي عليها؟ طبعا، لازم اغرس فيهم الحاجات، العادات والتقاليد بتاعتنا. احنا في مجتمع، اصل في الاخر خالص بترجعي لبلدك، أيوة. بتكوني وسط الناس. طيب اقتنعوا ازاي بإن اللي ماما بتقوله وهو كلام أنا بسمعه وما بين أحداث مجريات موجودة قدامي واقع أنا عايشاه بشكل عملي فعلي من كلام، اقتنعوا ازاي؟ اقتنعوا لان التربيه بتاعتنا والدين بتاعنا بيحدنا على حاجات كتير. وبعدين المدرسه الحمد لله اللي هم كانوا فيها، كان فيها التربيه الاسلاميه، كان فيها ازاي بنتعامل بالقران، بنتعامل بالدين، بالاحاديث، واحنا مسلمين، فيها الحاجات دي. غير طبعا اللي هم مش مسلمين، المسيحيين مثلا، هم عندهم نفس القيم بتاعتنا، بس المشكله في الديانات الاخرى اللي هي زي اللي بيقول مش اهل كتاب. ايوه ماشي، لكن باقي الحاجات هي الثقافات بتبقى اختلافها بس في ان انت مقتنعه بايه، واهلك بيربوكي على ايه، وانت بتشوفي ايه بره المدرسه، فبيحصل لهم لخبطه، طبعا. ما طيب بيبقوش عارفين معاكي، كملي سامعاكي. ما بيبقوش عارفين الصح من الغلط، فده دورنا احنا، ان احنا بيبقى هو لود علينا شويه، ان احنا بنحاول ان احنا نفضل وراهم لحد ما نثبت العقيده بتاعتنا، بنثبت التربيه بتاعتنا معاهم. مش هقول لك ان كل اللي عايشين بره هم في نيجاتيف سلوكيات، لا، سلوكيات هيبقى سلبيه. في طبعا بوزيتيف. ايوه ماشي. طيب زي ايه الحاجات الايجابيه يا استاذ عبير مثلا؟ الايجابيه ان هم اتعلموا التعليم اللي هم عاوزينه، دخلوا او عملوا علاقات مع جنسيات تانية، مع عرفوا ديانات تانية، عرفوا ايه اللي صح وايه الغلط، اقتنعوا اكتر باللي هم عليه، لان طبعا كان فيه رعاية وتربية يعني كلوز معاهم شوية، مقربة من البيت. طب هل هم رجعوا مصر دلوقتي ولا استقروا في دبي؟ ايه، رجعوا مصر اولاد حضرتك، رجعوا مصر ولا مستقرين هناك؟ هم الولاد رجعوا درسوا، كملوا دراستهم الجامعية في مصر ورجعوا تاني. لما عندهم رجعوا مصر قابلية بقى يكملوا ويعيشوا هنا ولا يرجعوا المكان اللي هم اتربوا فيه؟ والله هم في عايزين يبقوا بين هنا وبين هنا، هم حابين يعيشوا في بلدهم ويتأقلموا معاهم، وخصوصا بعد ما درسوا هنا، ماشي، علشان الجو وعلشان الأهل وعشان الأصدقاء، بس لهم برضو حياتهم هناك، يعني هم مش عايزين يبقوا بعيدوا من هناك خالص ومش عايزين يبعدوا من هنا خالص. طب حليتوها ازاي دي؟ العصاية من النص. هيفضلوا عايشين بين البنين كتير؟ هيتحلوها ازاي دي؟ ما هي دي بقى المشكلة دلوقتي، ان انا بحاول ان انا اقنعهم ان مهما هنلف ومهما هنعيش بره بلدنا، مصيرنا في الاخر هنرجع ليها. وهل هم بقى بيقتنعوا بما انهم كبروا بقى وخلاص هم بقى ليهم اصحاب قرار دلوقتي؟ الموضوع دلوقتي بقى سهل شوية، لأن هم جم عاشوا في مصر في الفترة بتاعت الجامعة، اللي هي تعتبر يعني تعتبر أهم فترة في حياتهم، إن هم بقى بين النضج وبين المراهقة، عارفة؟ فالحمد لله بدأوا إن هم يحبوا إن هم يتواجدوا في مصر أكتر، بس هم عايزين يعني يكونوا نفسهم، فبيقولوا لي ماما ممكن نكمل في دبي مثلا شوية، إذا لقينا شغل، إذا ما لقيناش بنرجع على مصر وبنعيش في مصر. نشكرك أستاذة عبير رمضان بمداخلتك، نشكرك. هنا عامل مهم جدا مدام عبير أشارت إليه، ودي حاجة مهمة بشكل قوي جدا، اختيار المدرسة، اختيار المكان التاني اللي هيقضي فيه الطفل أطول فترة من اليوم،
والفتره اللي بيكون فيها اللي صاحي من النوم وبالظبط صاحي من النوم وبتدي يستوعب يبتدي يبدا ان هو يلقط حاجات بيخلص المدرسه بيبقى تعبان عايز يروح يرتاح في البيت فبيقابل بقى بابا وماما في البيت. اختيار سواء بقى كانت دوله اوروبيه كانت موجوده امريكا كانت موجوده دوله عربيه اختيار المدرسه لازم يكون فيها الديانه اللي احنا متدينين بيها لازم يكون فيها فيها سهلت عليها حاجات كتير ان هم درسوا الدين الاسلامي فالقران اتعلموه هم مش بس بيسمعوا من ماما لا ده احنا كمان بنسمع من غير ماما اللي هي موجوده في محيط المدرسه بيأكد لهم كلام ماما بيأكد لهم ويضيف عليه بالتاكيد بيأكد لهم كلام ماما وبيضيف عليه وبيشجعهم على كده. في النهايه هم وصلوا لايه؟ هم بالفعل زي ما قلت يا مي ان هم اصحاب قرار ان هم كبروا ليه مصيرهم يرجعوا؟ ولو اختاروا يكملوا بره فين المشكله في دي؟ هو ده اللي انا عايز كنت عاوز اساله لها بس هي الفكره هل انا برجع هنا علشان دي بلدي وبس ولا برجع هنا علشان هنا هيبقى ليا مستقبل وذكريات؟ هو قالت لحضرتك ان هم مستقرين هناك عشان الشغل بالزبط. هم لو ضمنوا هنا شغل أيوة. هيرجعوا اذا هنا في شغل ولا ما فيش شغل؟ ده سؤال هنتكلم فيه كمان شويه ده سؤال الاختيار الجيران اتعامل مع مين ما اتعاملش مع مين اختيار المدرسه زي ما استاذ خالد الصحاب استاذ خالد ان هو طبعا حظه ده بسم الله اللهم بارك يعني كان قوي جدا انه حتى اخواته اولاد اخواته كمان موجودين اللي هم حسوش لان هم عزلوا من بيت لبيت ده اللي حسيت بيه مش راحوا من دوله لدوله فده كان حظه كويس فلما جه هنا ممكن دول كمان يرجعوا معايا فبرضه الاولاد مش هيتاثروا قوي تمام بعكس اللي راحوا الاطفال اللي اتولدت بره لما جيت في مره في الحل عندي في الكلينيك لما الطفل بساله بيقول لي هو كبر شويه دلوقتي بقى 20 سنه بقاش طفل بيقول لي انا انتمي لايه انا جنسيتي دوله وانا اتربيت واتولدت واتربى في دوله تانية وفي المدرسه كانوا بيدرسوا الانتماء للدوله التانية اللي هو اتربى فيها مش لبلده ما انت مش هتكوني مثلا في الكويت وفي مدرسه في الكويت وهيقول لك تنتمي لمصر وحببوكي في مصر حببوكي في الكويت ايوه هيدوكي تاريخ الكويت هيدوكي هتحبي في البلد اللي انت بتتعلمي فيها مش مهم بقى انت دخلتيها في سن كام سنه او في المرحله الدراسيه كام سنه بيقول لي وبابا بيطالبني ان انا انتمي للمكان اللي هو منتمي بيه طب انا فين؟ لما اجي اتكلم مع الطفل هو كلامه صح مبدئيا الحاجه اللي هو اتربى على انه ينتمي ليها هو اصبح منتمي لاثنين فقبل بهجوم شويه من الاهل لا تنتمي لاثنين ليه عشان ده مكان انا اتولدت فيه مكان برضو له خير عليا مكان برضو انا اتعلمت فيه مكان برضو انا حماني حتى لو مش وطني مش جنسيتي ومكان تاني وطني وجنسيتي ومطلوب منه ان هو يسيب المكان اللي انتمى فيه عشان يروح لمكان هو ده جنسيته الاساسيه وانه هو يكمل حياته فيه بيقول لي مش عارف ولاقي شغل على فكره 20 سنه وبيشتغل من هو هناك الاول كان بيعمل حاجات كهوايه وبعد كده بقى محترف ولاقي نفسه هناك ده مش معناه انه ما فيش شغل في مصر لا في شغل في مصر الفكره كلها انه مش حابب يرجع بس البرواز بتاعه او خريطه حياته كونها هو هناك ومطلوب وباباه طلب منه وهو الخناقه كلها في الحته دي طب انا اعمل ايه هو بيقول لي انا اعمل ايه بيجي هنا دور الاب من البداية أنت عاوزه يرجع بلدك تاني نميله الانتماء نميله حبه للبلد احكيله تاريخ ونسيب له الاختيار هو مش هيكره مصر مش هيكره البلد اللي هو أصلنا منها سواء كانت مصر أو دولة تانية مش هيكره البلد اللي أصلنا منها مش هيكره المكان هيحبه وبيحبه لكن هو حابب أو شايف مستقبله فيه ما تقدرش تمنعه مش عشان أنت عايز ترجع هاته وترجعه خليه اختياره هو على حاجة. بالتأكيد لازم هو اللي شايف مستقبله فين عشان بكرة بتاعه هو مش بتاعك انت تمام احنا قلنا اول 7 سنين نلعبهم تاني 7 سنين نوجههم ونعلمهم ونربيهم تالت 7 سنين ننصحهم بعد كده نطلقهم للحياة هو الدين لازم ياخد قراره ولازم يختار هو حياته بالتأكيد بس ما نجبرهوش فاهميني من هنا بيجي هو لو رجع بلده تاني هنا هيتغرب طب ناخدها بزاوية تانية الطلبه اللي موجودين هنا في مصر او الناس اللي هي مش مصريين وموجودين هنا في مصر سواء كانوا طلبه سواء كانوا شغل سواء كانوا انتداب من دول تانية لمصر الناس اللي بتيجي تعمل مشاريع هنا في مصر بالسنين بتقعد بالسنين وبعد كده بترجع تاني لبلدها انا قابلت شريحه من الطلبه بس هو طبعا مش في وعي ان احنا نبتدي ان احنا ندخل حد النهارده او نتكلم عليه لان كلهم لسه في بلدهم ما جوش هنا مصر بس لا حبوا مصر قوي هما لما بيجي يتكلم معاهم احنا بنتفرج على الافلام المصريه بنتفرج على الاغاني المصريه بنتفرج على التلفزيون المصري هناك بنحب الفكاهه والجدعنه المصريه والحس الهزار والنقطه اللي بتطلع من قلب اي حدث حتى لو كان كئيب او سلبي حبوا الحياه دي حبوا ان هم المصريين بيقولك سو فريندلي عشان ببساطه بسيط
وحبوب وصادق مهما كانت وجدع المشاكل اللي ومش عنده لازم يعرف انت مين ولا اسمك ايه علشان يساعدك ياخد على الدنيا بسرعه. بالتاكيد اللي هو تخشي في اي مواصلات كده تلاقيه اللي جنبك كده قاعد تترغي معاكي وبعد كده مع السلامه مع السلامه ما نعرفش بعض. بالتاكيد هو ده اللي احنا بنقابله دايما هنا هنا في مصر. طيب الفكره دلوقتي اللي احنا بنناقشها ودي برده حاجه لقيتها مهمه موجوده برده عندي في الكلينك، الناس لما بترجع بعد شويه طبعا في الاول بقى اهلهم بيرحبوا بيهم والدنيا بتبقى جميله وحشتونا والحاجات دي، شهر شهرين بعد كده كل واحد بيرجع في حياته خلاص بقى خلاص مش فضيلك طول الوقت انت جاي شهر بتفسح معاك كده خلاص. ما رغم ان هو بيجي كل سنه شهر او اسبوعين او شهر ونص انا ما اعرفش بيقعدوا اجازتهم كل واحد، بس لما بيجي بقى يستقر خلاص بيقابل صدمه تانية خالص وفاكر ان طول الوقت الهيصه دي موجوده بالكتير قوي 19 شهور ويقول انا عايز ارجع تاني انا مش قادر اكمل. طب ما بلدك اهو انتمائك وكنت انت بتعلم ولادك وكنت 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 لا هو خد على الدنيا بره، خد على الحياه بره والستايل بتاع الحياه بره، نظام المرور نفسه نظام على القالب الناس اللي موجود بره سواء بقى القالب ده وارتاح عليه وخد عليه واتظبط عليه يقول لك هنا ويطلع لك بقى السلبيات كلها اللي هنا اللي هو لو كان عايش فيها ما كانش هيشوفها سلبيات، لكن هو زي ما يكون حته انه اتعود على حاجه خد عليها لمده سنين زي ما بقول لك عارف الشارع وعارف المكان اللي هيجيب منه طلباته، عارف فين المستشفى فين الجامع فين الصيدليه فين اي فين شغله، الشارع ده هيوديني فين، المنطقه دي ازاي اتفسح، عارف عارف برضو هنا بس اللي هو مش عارف يتاقلم هنا عارف عارف الحاله الدفاعيه النفسيه دي شويه دي اللي تقعد تديله مبررات لا لازم نرجع وبيرجعوا على فكره في نسبه منهم بيرجعوا بالفعل حتى لو كان عقدهم انتهى بيرجعوا بالفعل للحاجه اللي هم اتعودوا عليها مش حابين او مش عارفين يتاقلموا هنا. طب منين احنا بنربي علشان نأقلم وتتاقلم ومنين وانت نفسك مش عارف تتاقلم انت ازاي هتعود ابنك وانت نفسك مش مقتنع؟ هل ده معناه ان في غربه؟ ما هو بلده اهي، ما هي ناسه اهي، ما هو اللي هو اتولد فيها واتربى فيها وطلع كبير ده سافر وهو كبير على هناك مش عارف يرجع تاني ليه. اذا هل هو في حاجه اسمها غربه بالفعل؟ هل بالفعل انا بحس بغربه ولا قدرتي على التأقلم هنا محتاجة أنا راجع فيها حساباتي وهيكلتها من أول وجديد وخريطة نفسي مع نفسي؟ ممكن بقى الطفل يعاند، فاحنا عايزين نتكلم إزاي نتعامل مع الطفل العنيد اللي يعاند مع أهله سواء أنا مش مقتنع باللي أنت بتقوله زي ما حضرتك كده بتقولي إن هو عايز يقنعه إن ده لازم تنتمي لوطنك. في طفل بيبقى عنيد عرفنا طبعا حضرتك عامله ورشه ازاي نتعامل مع الطفل العنيد، ازاي بقى نتعامل مع الطفل العنيد؟ الورشه عندي في الكلينك بالفعل ازاي نتعامل مع الطفل العنيد، الحته دي ما بتبقاش عند من الطفل، هو مش بيقول لا لمجرد لا، هو بيقول طبعا على حسب المرحله السنيه اللي هو موجود فيها، لا هو عاوز صحابه اللي اتعود عليهم، عاوز المكان اللي هو حبه، بالظبط زي ما تكوني انت تربيتي وعشتي في بيت وبعد كده فجاه البيت ده هتسيبيه وتروحي البيت تاني يبقى في ذكريات ليه، انت بتبقي عايزه ترجعي كل شويه تلعبي في الحته الفلانيه في الجنينه في الاوضه في المش عارف كده مش عايزه تسيبيها. الطفل هنا بيبقى بيدافع عن حاجته، بيدافع عن كيانه حياته، بيدافع على الحاجات اللي هو بيحبها سواء كنت انت عارفاها او مش عارفاها، بيدافع عن اسراره حتى ما بينه وبين لعبه، بيدافع عن اسراره ما بينه وبين صحابه اللي هو مش هيشوفهم تاني. هنا هو مش ورشه العند عندي في عايزين نتكلم بقى عن الورشه، احكي لنا تفاصيلها شويه. الورشه دي انا قابلت اللي كانت من ضمن المشاكل كتير ما بين الامهات اللي بتجيلي مش عارفه تتعامل مع ولادها، اجي ابص الولد اللي مش عارف يتعامل الاقي 4 سنين اللي هو يا دوبك قال على البامبرز مثلا من سنه سنه ونص سنتين بكتير قوي مش عارف هو التعامل. عنيد ازاي هو عنيد ما بيسمعش الكلام الطفل مش 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 متقبل كلمه من حد ما بيستفزني بينرفزني 4 سنين 5 سنين بيستفزك وبينرفزك بسم الله ما شاء الله. فاللي هو احيانا كتير واتصدمت ان احيانا بيكون ايجو الام عالي الانا العالي بتاعتها ليه اللي هو ازاي انا اقول كلمه وما تتنفسش، ازاي ان اقول امر وما يتنفسش، حاضر يعني حاضر وايوه يعني ايوه ونسمع الكلام، ازاي ما تسمعش الكلام؟ طب ما هو له شخصيته على فكره وفي الشخصيه دي بيتكون منها، وليه اصلا هو اصبح عنيد؟ ما هو ما ينزلش من بطنك عنيد تمام. ايه اللي بيحصل؟ العند ده رد فعل وليس فعل، 4 سنين و5 سنين حتى والله و7 كمان ما بينزلش من بطننا عنيد ماشي، هو بيكتسب اللي حوالينا. طب العند ده رد فعل رد فعل رد فعل ايه؟ للعصبيه للحاله العدوانيه. انا في البيت لما بتكلم مع اخواتي الكبار وانا بزعق او بتكلم مع جوزي اللي هو باباهم وانا بزعق او بزعق او على طول في خناقه او على طول في زعيق على طول في اوامر، ده هو بيكون عنده العند لانه رد فعل مش فعل. انا بدافع عن حياتي بدافع عن كياني بدافع عن نفسي، يا اما بتحاول اكون سلبي
اللي هو انت عايزه ايه خديه بس سيبيني في حالي، ما تعرضينيش ان انا اشوف الوش اللي بيكشر او اللي بيبرق او الكلام ده. زمان يقول لك احنا كنا من بصه نفهم ونعرف ونبقى ملتزمين كده ومتكششين. ماشي الحته دي مع وضد بس مش هنتكلم فيها، بس ماشي البصه دي مش لازم تكون تبريئه، بس بصه عاديه فاهم ان انت عملت حاجه غلط هنتكلم فيها بعدين، بس اكيد مش ههزقها قدام الناس. بنعمل ايه بقى عشان نشترك في الورشه؟ بنعمل ايه؟ حضرتك بتدي ايه؟ في المفروض ارقام بتتواصلوا معايا فيها لمده الورشه دي كلها بالساعات لمده قليله، فيها بنتكلم فيها ازاي اقدر اتصرف بنود العند وليه هو اتكون بقى للام وللطفل. للام وللطفل، وفي الاخر الام بتكتشف ان هي اللي لازم تتغير عشان ده يتغير. هو ده اللي احنا عايزين نقوله، ان الام لازم هي العامل الاساسي بالتأكيد. احنا مش بس رايحين ندي جلسات لطفل، الام والبيئه مش بس الام، ما احيانا بتكون هي عايشه في بيت عيله فالتيتا بتخش، العمه والخاله بيخشوا في الموضوع، الاب مثلا. الارقام موجوده على الشاشه عشان لو حد عايز يتواصل مع الدكتوره ويتواصل مع العياده يشترك في الورشه. بالتاكيد. دكتوره وعايزين كمان نتكلم، حضرتك عامله دوره مشكلات واضطرابات النفسيه والسلوكيه. دي معتمده من جامعه عين شمس. ايوه المشكلات الاضطرابيه والسلوكيه اللي احنا بنعيش فيها، انا ما بعرفش اقول لا، انا عصبي، انا ما بعرفش اتحكم في نفسي، انا بيتم استفزازي بسهوله، انا بيتم استغلالي بسهوله، ليه انا بغير مثلا من زميلي او من زميلتي، ليه ده اترقى وانا لا، انا اقدم منه، لا ده ليه دي بيقابل باستحسان وانا لا، ليه انا ما بعرفش اتحكم في اعصابي، ليه انا عصبي مع مراتي، ليه انا عصبي مع ولادي، ما انا بحبهم بدل ما اقول لكم بحبكم انا بزعق فيكم او بضربكم، احيانا بضرب، ليه انا بتعامل بعصبيه ناس مش طايقاني، ليه انا ما بعرفش اتحكم في، ليه قولوني بيوجعني، ليه بطني بتوجعني، ليه سكري جالي سكر، ليه جالي ضغط، ليه جالي صداع، وكل دوت نتيجه ان انا عصبي، ازاي اقدر اتعامل مع كل ده، ليه بيتم استغلالي، ليه ما بعرفش اقول لا، ليه ما بعرفش اوقف اللي قدامي عند حده، كل ده ليه ما بعرفش اعمل له نهايه وازاي اتعامل معاه. دي بتكون دوره انا بقدمها لمده 50 ساعه على مدار شهرين، وبكون معتمده باذن الله من جامعه عين شمس. من سن كام؟ لا هي مش من سن كام، من اي سن انا برحب بيه، بس لازم يكون حاصل على شهاده بكالوريوس او ليسانس، شهاده جامعيه ده كان من ضمن الشروط. ايوه اما انا قصدي على كده ان هو لازم يكون حاصل على بكالوريوس او ليسانس. ايوه لازم يكون شهاده جامعيه، ده شرط من شروط جامعه عين شمس، وبكون معتمده من الجامعه نفسها. نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع برنامج توابل التربية مع دكتورة نسرين النجار، ومعانا دلوقتي نموذج مشرف جدا، نموذج اشتغل من هو طفل صغير، عشان نقول نرجع نقول ما فيش شغل في مصر، لا في شغل، اللي عايز يشتغل بيشتغل من هو صغير لحد دلوقتي. النموذج ده هيحكي لنا تجربته في الحياه من هو صغير، وقدر يعمل ايه، وقدر يشتغل ازاي، وعايزين نعرف هو اتغرب جوه بلده ولا الغربه بس بتبقى بره البلد. معانا النهارده استاذ احمد محمود. اهلا بحضرتك. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. عايزينك تحكي لنا بقى عن تجربتك، واشتغلت من سن قد ايه؟ هو انا اشتغلت من سن ابتدائي. بس هو انا ليه اشتغلت؟ لان انا كنت حابب، ان انا كنت مثلا ليه القماشه اتحولت لبنطلون مثلا؟ ليه انا انبهرت ان انا مثلا القماشه اتحولناها لبنطلون؟ فانا بدات ان اتعمق في المجال ودخلت في المجال، فاشتغلت في المصنع ملابس لحد سن ثانيه ثانوي، في اول ثانيه ثانوي بالظبط. فبدات اول ما شفت اللي انا انبهرت بالبنطلون ازاي ده اتصنع كده والتيشيرت، فبدات ان انا دخلت في المجال في مصنع ملابس، اشتغلت فيه من ابتدائي لحد الان وكملت فيه. وبعد ما انا كملت فانا دلوقتي عايز ان انا ايه اعمل حاجه جديده، فانا بحب ان انا اتعلم وبجرب حاجات جديده على طول باستمرار. فانا ليه مثلا افضل مكمل في المجال ده؟ فانا حابب ان انا دخلت مجال تاني اللي هو مجال الجرافيك ديزاين، اللي انا اشتغلت مصمم. ليه انا اشتغلت مصمم؟ عشان انا مثلا اخويا كان، انا ازاي اخويا مثلا قاعد في البيت وشغال، وانا ليه مثلا بتعب وبشيل وبعمل ده كله مع اني ممكن اشتغل وكل حاجه ومن البيت. فانا جربت ان انا اشتغل جرافيك ديزاين، وبدات ان انا اشتغل فيها جنب شغلي بالظبط، وبرده مع الدراسه بتاعتك. مع الدراسه. مكمل في دراستك. مكمل في الدراسه. انا اشتغلت في الجرافيك ديزاين، فكانت اول شخص اتعاملت معاه الاستاذ نسرين النجار، فكان اول شخص اتعاملت معاه هي اللي اكتشفتك يعني. هي اللي دعمتك نفسيا ان انت هتقدر تكمل وان دي تبقى شغلانه ليك. ايوه هو انا كملت في الجرافيك ديزاين ده جنب شغلي جنب تعليمي. فانا لما انا جربت وتلاقيت بقى اللي هو يعني انا دلوقتي بدل ما انا دلوقتي في الشغل اللي هو 1+1=2، مفيش حاجه، مفيش اختراع، مفيش ابداع اللي انا بعمله، غير مثلا انا عارف اللي دي هتعمل كذا كذا فطلع لنا كذا،
غير ما تحاولش تطور، ما هو تتعلم حاجات تانية جديدة. ما هو اللي انا حبيت ان انا اخش جرافيك ديزاين ليه بقى؟ لان هو فيه ابداع، اللي هو انا مثلا ايه، الشخص بيخش يقول انا في مجال كذا، بحب كذا في كذا، فهو بيديني التفاصيل، فانا بحول الكلام دوت لفكره، لرسم، لتصميم، بس في حاجه بدماغي انا، بفكره انا، مش لان حاجه اللي هو معينه بالظبط، اللي هو دوت انا محتاج كذا هيبقى كذا بالظبط، لا دوت بابداع انا، انا اللي بطلع الفكره، انا اللي ببدا اللي انا اعمل التصميم، الشكل وكل حاجه. دكتور عايزين نعرف حضرتك ازاي دعمتيه بقى، ازاي شجعتيه، ازاي حد اول مره لسه، وحضرتك ما شاء الله خبره يعني محتاجه حد بيعرف. انا اول مره اعرف ان انا اول واحده. دعمتيه ازاي؟ انا بس عايزه امشي افهم صح، ان انا فهمتك صح، انك انت الاول اشتغلت لان حاجه ابهرتك، ان حاجه اتكونت لحاجه تانية في الانتاج، وبعد كده بما انك فهمت الخطوات اللي فيها تمت ازاي، والخطوات 1 2 3 ما فيهاش تغيير، وانت حابب تبدع وحابب انك تغير وتطور الحاجه دي، فعجبك اكتر التاليف او الفن بتاع الويب ديزاينر، انك تكون ويب ديزاينر، ورحت للاتجاه ده. انا فهمت صح؟ تمام. وطبعا كنت انا هو اول حد انا اتفاجئت بيه انه بيعرف يعمل باصص كويسه بالنسبه للاشخاص، فقلت له طب انت بتعمل ايه؟ فلقيته بيعمل بوستات حلوه، تمام، وحاسبني عليها، وبعد كده عرفت ان هو سنه صغير، وعرفت ان هو بيحب يعمل ده، بيسمع الكلام بيقول لي انا اغير الالوان، لا احط الصوره دي، لا شيل من هنا احط هنا، ولقيته بيبدع بده، بيفاجئني مره بالانجليزي مره بالعربي، اللغه اللي انت عايزاها هيحطها لك، الشكل اللي انت عايزاه بيعرف يغيره لك على حسب الامكانيات الموجوده عنده. اول مره اعرف انه عنده اخ مصور، اللي هو ممكن كمان يساعده في الالوان او في الماكينات اللي موجوده عنده في الاجهزه بتاعته كويب ديزاينر. طيب احمد، انا عايزه اعرف انت بتحب شغلك؟ بحب شغلك. بتحب هوايتك جدا؟ عاوز تطورها وتفضل فيها؟ لا انا حابب ان انا اعمل حاجه مختلفه خالص. انا هقول لك صوره يا دكتوره، سوري اقطع كلامكم، دي صوره للبوستات اللي هو عاملها لك. ميرسي يا احمد، ميرسي. طب والله اول مره اشوفها. ميرسي يا احمد، كلك ذوق. انا عايزه اعرف دلوقتي انت عاوز تجرب حاجه ثالثه، تكتشف نفسك في حاجه ثالثه وتطور نفسك والمعلومات اللي داخله لك اكتر. ده اللي انت عاوز تسعى له، لان انا مثلا اللي عايز ان اشتغل كذا حاجه، بحيث ان انا ابقى اكون في سن ال20، ان انا دلوقتي بقى معايا خبره في كذا حاجه، ان انا لما اجي اشتغل ليا كذا فرصه اللي انا اشتغل فيها، مش مثلا حاجه معينه، لان انا عبال ما ادور عن الحاجه المعينه دي ممكن ما تلاقيش، ممكن ممكن لا. فانا لما يكون معايا كذا حاجه، في وارد جدا بنسبه كبيره جدا ان انا اقدر ان انا اشتغل في كذا مجال، لان انا معايا خبره في كذا مجال. يعني انت بتشتغل وبتدرس وبتطور نفسك وبتعمل بحث ذاتي، انت عايز ايه وايه اللي انت هتحبه بعدين، ويكون هو ده مجالك. ايوه. يعني الشهاده اللي انت هتحصل عليها في المستقبل باذن الله تعالى، انت عندك كام سنه؟ 16. لسه صغير. برافو عليه، برافو عليه، برافو. هو انا فخوره بيه. اهله يعني اكيد عودوه ان هو يتحمل مسؤوليه من هو صغير، ما الشغل ده بيربي جواكي ان انت قادره تتحملي مسؤوليه، قادره تحتكي بالمجتمع. بس ما فرضش عليهم شغل. يعني هو الشغل هو اللي حب، بس هم شجعوه. حد فرض عليك تشتغل من وانت صغير؟ لا، هو بس في الاول كان انبهار، اللي انا انبهرت بالحاجه فبدات اللي انا اخش اشتغل فيها. وهم سابوك تنبهر وتروح في الشغل وما قالكش لا خليك في البيت، لا انت لسه صغير على الحاجات دي؟ ما هو في الاول كانوا قايلين لي لا. أيوة. بس انا اللي انا حبيت، اللي انا لما تلاقيني مصر جدا على الحاجه، اللي انا عايز ان انا اجرب حاجه جديده وفكره جديده، فانا لما جربت لقيت اللي هي الفكره التقليديه، مثلا ايه، اصحى من النوم انام، اللي هو نفس التقليد كل شويه، روتيني اليومي. انت مش حابه؟ فانا بحب التغيير، ما بحبش ان انا كل شويه افضل قاعد ثابت ما اتحركش. واو. يعني لو فضلت في البيت لازم رايح جاي رايح جاي، لازم يبتكر. طب ماما بتكره حماد نفسها، وروح انت مكان ما انت عايز. كمان 5 سنين عايز تكون ايه؟ هو مش شرط ان اكون حاجه كبيره قوي بالنسبه للناس، انا اهم حاجه بالنسبه لي. بالنسبه لك؟ برافو برافو. انا مثلا انا دلوقتي بعد مثلا انا بالنسبه لي نفسي اخش في مجال السيارات قوي، انا بحب العربيات، بقيت اي عربيه بحبها جدا. ميكانيكا تقصد؟ بحب السيارات جدا. يعني انا كنت اتمنى ان انا اخش في مجال السيارات، لان انا ابهرني ايلون ماسك اللي هو صاحب شركه تسلا اللي هي السيارات الكهربائيه. احنا مش عايزين نعمل اعلان لشركات هنا. هو ابهرني اللي هو طلع فكره حاجه جديده، فانا عجبني المجال جدا، فانا عايز ان انا اخش اتعمق واخش في السيارات قوي، اللي هو في دوت اللي انا مثلا كنت اللي انا حلمي ان انا ابقى صاحب شركه سيارات كبيره جدا، بس مش شركه بتاعت حد، ان انا ابقى مدير تنفيذي كده، لا اللي انا شركه باسمي انا او باسم العيله بتاعتي. الشغل بتاعك اللي هو فكره جديده، مثلا اللي هو بدل هي مثلا في مشي بالكهرباء وفي مشي اللي هو بالبنزين، فكره جديده نطلع حاجه جديده احنا خالص، ممكن اللي احنا نوفر ده كله بالغاز. ايوه. طيب تمام. احمد، انت عاوز توصل للهدف اللي انت حابه ولا بتتمنى توصل للهدف اللي انت حابه؟
لا انا واثق ان انا ان شاء الله اقدر اوصل للي انا عاوزه. انا فخوره بيك يا احمد بجد والله. حلو قوي. بتشتغل عنده هدف، عنده هدف وواثق انه هيوصل له. تمام. وبتشتغل وبتدرس، بتدور على هواياتك، بتنمي قدراتك. انت شخص مثالي بالنسبه لي، سواء كنت لسانك او مختلف عن لسانك. انت شايف انك انت بغربه او حاسس باختلاف المكان، ان ده مش مكانك، دي مش بيئتك، انت مش عايز تكون في الحته دي، انت استحسن تكون في مكان تاني، في دوله تانيه، ولا الاحساس ده مش عندك؟ لا، هو اللي انا مثلا انا دلوقتي في مصر، انا دلوقتي في مثلا انا حاجه دلوقتي ما عرفتش اعملها، اللي انا مثلا ما عرفتش ان انا انجح في حاجه معينه، هل مثلا انا لو سافرت في مكان تاني اقدر انفذها؟ المفروض ان انا اقدر ان انا انفذها الاول في بلدي عشان اقدر ان انا انفذها في مكان تاني. هو مصر موفر لنا كل حاجه كويسه، يعني مثلا في منصات تعليميه كتير جدا، بس المشكله في ان مين اللي هيقدر يبحث عنها؟ هو الفكره في مين اللي هتقدر تبحث، هتقدر توصل اللي انت عاوزه. ما قدرتش تبحث مهما رحت في اي حته مش هتقدر توصل اللي انت عاوزه. وفي فرص شغل كتير، وفي شغل، وفي كل حاجه. يعني مش السفر هو الحل الامثل، احنا لازم ندور على نفسنا جوه بلدنا الاول، وندي لبلدنا عشان هي اكيد ادتنا كتير قوي. أيوه. بعد كده نفكر نسافر، علشان حتى لما نرجع من بره نبقى استفدنا خبرات واكتسبنا حاجات كتير جديده هتفيدنا في بلدنا برضو. احمد، ارجع كام سنه لورا وتقول لي من وانت صغير، نقول 4 5 سنين، ده مش طفل عنا دي بقى، ده طفل طموح. الحمد لله. 4 5 6 سنين، مين اللي شجعك تكون كده؟ هو اول حاجه والدتي، وكان اللي معايا بقى اللي هو اصلا ساعدني لحد الان وبيساعدني لحد الان، هو محمد اخويا الكبير. بسم الله ما شاء الله. هو عشان هو في الجرافيك ديزاين، فانا انبهرت بقى بشغله، فانا حبيت ان اخش. هو اللي كان بيساعدني ولحد الان بيساعدني في كل حاجه. هو يعتبر بالنسبه لي ابويا التاني. بتعمل لي دي، مين اللي بيعملها؟ لا انا. كويس. هو بيساعدني اللي انا مثلا في حاجه، في اللون دوت انا حاسس ده مش مناسب، عايزين نغير كده. هو بالنسبه لي اللي هو ابويا بالظبط. ربنا يعني يبارك لك فيه يا رب، يبارك له فيك. احمد، بتحس بالغربه في اي حته، في اي مكان، في اي تعريف؟ لا، مش بحس بغربه خالص، لان انا مندمج مع كله بالظبط. يعني مش شرط ان انا اروح مكان عشان احس بغربه، عادي. مين اللي فتح لك المجال انك تجرب هواياتك وتجرب ده وده، وسابك تجرب زي ما انت عايز ويساعدك ويطورك؟ هو انا اللي فتحت المجال لنفسي، بس في ناس ساعدتني كتير. ماشي. وانت بتفتح المجال لنفسك، حد قال لك لا مش وقته، انت لسه صغير، لما تكبر اللي انت بتعمله ده؟ ركز في الدراسه، كمل الدراسه، ركز في الدراسه، خليك في مذاكرتك. هو في الاول لما انا كنت انا حبيت ان انا اشتغل، هو في الاول لا، كان كله مانع خالص. لا، انت دلوقتي في دراسه وفي كذا وفي كذا وكذا وكذا. فانا لا، انا قلت انا برضو لما تلاقيني مصر، انا لازم اعملها، بس ما بحبش حد يقول لي انت اعمل كذا. انت كده عينتي. لازم اعمل الحاجه انا بنفسي. بس اصرار في حاجه صح، اذا اللي عندي ممكن يكون ايجابي ممكن يكون سلبي. هو ده اللي احنا عايزينه. برافو يا احمد. دكتور، عايزين ملخص للغربه. ما احنا قلنا بقى ما فيش غربه. نهايه حلقتنا ان الغربه دي حاله نفسيه، هو احنا بنحط نفسنا فيها ده مثلا؟ يعني هاله او حاله احنا بنعيشها وما اعرفش ليه. ليه الناس بتدخل نفسها فيها؟ ما فيش حاجه اسمها غربه، ده من وجهه نظري انا، وبناء على حلقتين اللي احنا زعناهم دول. المكان اللي انا اقدر ابدع فيه، ان انا اقدر انتج فيه، ان انا اقدر اتعرف فيه واكتسب مهارات جديده، ويبقى عندي اجتماعيات اكتر وتقبل للاخر اكتر، هو المكان اللي انا احب اعيش فيه. مين اختلف بقى؟ البيئه، اللغه، الديانه، اي حاجه. في اطفال كتيره اتولدت وتربت في بيت واحد مع ديانتين، الاب ديانه والام ديانه، ومع ذلك طلعوا متصالحين. والام جنسيه والام جنسيه تانيه، وطلعوا متصالحين. صالح تقبل الاخر، الاخر ده بديانته، بلونه، بشخصيته، بجنسيته، اذا كان عند من ذوي الهمم او مش من ذوي الهمم. الدمج اللي بيحصل في كل يعني جمهوريه مصر، كميه الدمج اللي حصلت اللهم بارك رهيبه ورائعه. الطفل بيكون عنده اضطراب، بيكون عنده اعاقه، بيكون عنده اي موجود سندروم، بيكون يقدر ان هو يندمج في قلب المدرسه. المدرسه ما تقولش ايه يا ماما ده النهارده شفت حاجه غريبه، ايه يا ماما ده مش في فلان الفلاني شكله غريب. لازم نتعامل معاه، ودي توجيهات الاخر باختلاف شكله. لازم في مرونه، في قابليه. اشكرك دكتوره نسرين نجار، واشكرك يا احمد، واتمنى اشوفك في مكان احسن وتحقق كل الطموح اللي انت بتتمناه. نشكركم جمهوري الاعزاء، اشوفكم في حلقه جديده من برنامج توابل التربيه الاسبوع القادم. اشوفكم على خير.